وللمزيد من التحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور. دكتور محمد، بعد التحية دعنا نحلل سويا هذا الاعتراف، كيف تحلله؟ كيف تراه؟ يعني دعيني أقول لحضرتك في البداية أنه إحنا قدام يعني وثيقة مهمة جدا في مسيرة العنف والدماء لجماعة الإخوان الإرهابي. وهذه المرة نحن لا نقول ونحن لا نتهم ونحن لا نبحث خلفهم، بل هم الذين يتحدثون. قدامنا محمد منتصر، وعشان كما أشرت لحضرتك في تقديم هذا الفيديو، يعني هو كان متحدثا رسميا باسم جماعة الإخوان، أعلن عن ده في 2014، وفي 2015 تم إبعاده عن هذا المنصب في حركة انشقاقية حدثت في جماعة الإخوان المسلمين، لأنه هو انحاز لجبهة محمد كمال، وكانت جبهة محمد كمال هي الجبهة اللي أسست اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بعد 2013. تذكرين حضرتك الحسم ولواء الثورة وغيرهم، وهذه اللجان النوعية هي اللي قامت بالعمليات الإرهابية المتناثرة لما كانوا بيهاجموا أبراج الكهرباء وهاجموا مدينة الإنتاج الإعلامي وقاموا ببعض عمليات الاغتيال. هذا الاعتراف اللي جاي النهاردة في لقاء تم طواعية، يعني هذا ليس تسريبا لأحد القيادات الإرهابية، هو حوار معمول مع سبق الإصرار والترصد، ومن لسانهم ندينهم. طب ندينهم بإيه؟ هذا الفيديو حوار للنشر بالضبط، هو منشور، يعني منشور ومتداول ليس سريا. هنا أنا بسمي أنه هذا الحوار هو اعتراف القتلة لأكثر من سبب، بيكشف على أنه هذه الجماعة لم تكن تؤمن لا بالدولة ولا بمؤسسات الدولة، وحتى عندما وصلت إلى الحكم كانت تتعامل وهي في الحكم كعصابة. يعني لما بيقول محمد منتصر أنه قبل 30 يونيو بست شهور كانت الجماعة خدت قرار أنها تواجه وتواجه مؤسسة الدولة وتواجه الشرطة المصرية، معنى كده أنه هذه الجماعة لم تكن أكثر من عصابة في مقاعد الحكم في مصر، وأنها لم تؤمن أبدا بالدولة. ولما كنا بنقول أنها بتخطط لتقويض الجيش وتقويض جهاز الشرطة والقضاء على مؤسسات الدولة لبناء مؤسسات خاصة بها هي تحكم يعني وتحكم السيطرة على مصر، لم يكن هذا كلام من فراغ. الاعتراف الثاني والمهم اللي بتوقف قدامه فكرة انه محمد كمال بالنسبة لنا اللي هم يعني في الباحثين في هذه الجماعة كنا بنتعامل معاه على انه واحد بالفعل من اخطر قيادات الارهابية اللي قادت العمل الحركي على الارض بعد 30 يونيو. هنا النهاردة بس هو بينظم الاتهام، يعني الكلام انه هو من اخذ المبادرة، المذيع اللي معاه بيقول له انه محمد كمال بدأ، قال له لا هو ما بدأش، لكن هو نظم هذا العنف اللي جماعة الإخوان الإرهابية أقرته وخدت عليه فتوى شرعية كما قال، وخدت عليه رأي مجلس شورى الإخوان. مجلس شورى الإخوان لم يتمكن من الانعقاد، فعملوا حاجة اسمها مجلس المشورة. مجلس المشورة ده اللي هم كانوا بياخدوا ثلاثة من كل محافظة، كانوا بيراعوا انه يبقى فيه من الثلاثة دول أعضاء مجلس شورى، لكن لو مش متاح يبقى يجيبوا أي ثلاثة من المحافظة، وعملوا اجتماع وصوتوا على استخدام العنف ضد الدولة. وزي ما هو ذكر نفسه انه التصويت حضر 81 في جلسة المشورة، كان في 67 منهم موافقين على استخدام العنف و14 فقط اللي تحفظوا. فإذا هنا انت بتتكلمي على قرار مؤسسي من داخل هذه الجماعة، يرد ده على ايه؟ على انه الجماعة تقول انه دي تصرفات فردية، او تقول بعض الشباب اللي عملوا هذه العمليات الإرهابية. لا، احنا قدام قرار مؤسسي من هذه الجماعة الإرهابية. نعم. مهم كمان ما قاله محمد منتصر، وبيكشف للناس قد ايه انه مسألة العنف متغلغلة في شخصية الإخوانية. لما بيسألوا على انه طيب الشباب كانوا مقبلين، قال له احنا شباب وشيوخ وناس كان عندها 60 سنة كانوا بيقولوا احنا عاوزين نشترك معاكم وعاوزين ننضم ليكم وعاوزين نبقى معاكم يعني ايد بايد في هذه العمليات، بما يدل على ان احنا امام جماعه اتربت بالاساس
على العنف وتربط بالأساس على القتل وتربط بالأساس على معنى أنه تغليب الجماعة على الدولة وتغليب الجماعة على مؤسسات الدولة. هذا اعتراف الحقيقة يعني بيكشف للناس كلام كتير جدا كنا بنقوله وكنا بندلل عليه، لكن عندما على طريقة يعني شاهد من أهلها. النهاردة يعني هذا واحد من القيادات النافذة اللي كان له دور كبير جدا في الجماعة بيقول هذا الكلام. نعم، هي لم تكن وما زالت لا تؤمن بمؤسسات الدولة، هذه هي الجماعة. وهناك أيضا نقطة لابد أن نتوقف عندها، عندما أشار إلى أن القرار تم اتخاذه على مستوى الجماعة الإرهابية في الداخل والخارج، وهذا أمر هام أن حتى هذه أو هذا التنظيم في الخارج هو أيضا مشارك في مثل هذا القرار. يعني جماعة الإخوان فضلت لفترة طويلة جدا يعني تنفي أنه في تنظيم دولي للإخوان. بعد 30 يونيو الأمور تجسدت قدامنا بشكل كبير جدا. احنا بنتكلم عن تنظيم دولي، تنظيم عالمي ليه فروع في دول العالم المختلفة، في قيادات دولية وعالمية. لم يكن أبدا الخلاف أو الصراع اللي حصل في مصر مجرد خلاف حاصل مع جماعة محلية هنا، لا، احنا بنتكلم على جماعة دولية. هذه الجماعة الدولية بتساندها دول معينة، بتساندها وبتعمل معها أجهزة مخابرات دولية، بتحصل على تمويل بالمليارات من يعني جهات وجمعيات كثيرة جدا. فالمواجهة الحقيقة لم تكن مع بعض أفراد أو بعض لجان نوعية هنا في مصر، ولكن كانت مع تنظيم دولي بيخطط. ومعظم العمليات يعني ما زال أعضاء الجماعة اللي في الخارج دلوقتي متهمين هنا في قضايا، لأن هم خططوا لعمليات اغتيال على سبيل المثال، مثلا يحيى موسى، دعموا عمليات الاغتيال، مولوا عمليات الاغتيال. فبالطبع يعني معاكي انه المواجهه كانت مع الجماعه في الداخل وفي الخارج. نعم، ايضا التاريخ، وحضرتك ذكرت التاريخ في البدايه، ودعنا نذكر انفسنا ونذكر مشاهدينا الكرام مره اخرى ان هذا القرار تم اتخاذه في يناير 2013، بمعنى بعد اشهر قليله من تولي هذا التنظيم لمقاليد الحكم. اصبحوا الان يخططون ويصدرون القرارات لكيفيه الاشتباك مع مؤسسات الدوله. دكتور محمد، معاكي، انا باكد معاكي على هذا التاريخ اللي هو قبل الثوره 30 يونيو ب 16. ليه كان هذا القرار اللي الجماعه او بيسوق النهارده او بيبرر له النهارده محمد منتصر بانه كان للدفاع عن المقرات او ضد حرق المقرات اللي كان حاصل، دون ان يسال نفسه لماذا لجأ الشباب لحصار مقرات جماعه الاخوان اللي كانت قايمه خلاص على استبعاد المواطنين وتهميشهم ويعني اخذ كل الحقوق لاعضاء جماعه الاخوان فقط. عايز اقول لحضرتك على حاجه، انه ده توافق معايا لما نرجع بالتاريخ، لانه التاريخ قريب مش بعيد ولا حاجه. كان تخطيط جماعه الاخوان المسلمين مثلا انها تعمل شرطه شعبيه، وكانت الجماعه الاسلاميه هي اللي بتخطط لده. وافتكر انه قامت حمله اعلاميه ضخمه جدا على ذلك، لان هم كانوا عاوزين يعملوا يعني حاجه كده تشبه الحرس الثوري الايراني، حاجه موازيه للداخليه وتبقى تحت سيطره الجماعه الاخوانيه. فالقرار اللي اتاخد ده قبل ست شهور يعني كذبا يقول محمد منتصر انه فقط لحمايه المقرات، ولكن لانه احنا شفنا الميليشيات دي على فكره قبل هذا التاريخ اللي هي ظهرت تحديدا في المظاهرات بتاعت الاتحاديه. يعني تذكري حضرتك مظاهره الاتحاديه اللي هي كانت في 5 ديسمبر 2012 قبل القرار ده بايام، كانت في ميليشيات يعني دخلت على المتظاهرين على المعتصمين امام الاتحاديه وكسروا الخيام بتاعتهم وحرقوها وقتل وقتها في هذه المعركه اللي هي معركه 5 ديسمبر 2012 الحسيني ابو ضيف. المواجهه دي خلت الجماعه تبقى بتشتغل بشكل مؤسسي ويبقى في قرار بالمواجهه، وهذه المواجهه تبقى منظمه من خلال الشباب ومن خلال تدريب الشباب. وكاني امام زي ما بقول لحضرتك كده، الاخوان كانوا عايزين يعملوا دوله موازيه، يهدموا كل مؤسسات الدوله ثم ينفردوا بالحكم زي ما هم قالوا وقتها اللي 500 سنه، وكان منهاجهم في ده هو العنف المنظم بشكل اساسي. واما ان يكون هناك رضا بهذا الحكم او لا حياه لمن لا يرضى. هم رفعوا شعار يا نحكمكم يا نقتلكم، واعتقد الاعترافات دي
يعني تترجم هذا الشعار بشكل كبير جدا. نعم، لكن حتى قبل أن يكون هذا الشعار قد رفع بشكل علني كان القرار موجود وبينفذ على أرض الواقع بالفعل. وبينفذ على الأرض. نعم نعم. دكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور جزيل الشكر لحضرتك على هذا التحليل.